بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند الجزئية دي formal language، تمام، وشوفنا شوية properties عليها كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. وهنا هيبقى في شوية examples على ال closure وال positive اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. الاكزامبل بتاعنا هيبقى عبارة عن two set. الست الأولانية عبارة عن كل الألفابيت بتاعي، يعني ممكن أقول دي سيجما للألفابيت characters الإنجليش، تمام. ما هنا دي عبارة عن بيمثل الست دي بتمثل الديجيتس بتاعتي كلها من 0 لـ 9، تمام. لما نقول مثلا دي بلس معناها ان انا هاخد اسمه ده الدي و يونيون دي باور 1 دي باور 2 دي باور 3 لحد ما لا نهاية. دي بلس معناها كل، معناها ان الست بتاعتي هيبقى فيها رقم او اكتر، تمام. اي رقم من ايه؟ من 10 ارقام دول. صفر ده رقم، تمام. صفر ده عبارة عن ديجيت من الأرقام. فلما أقول مثلا فتحت قوس دي بلس هنا مثلا، ممكن ناخد ايه من السترينج؟ ممكن ناخد زيرو. زيرو ده من الدي بلس، تمام. ممكن ناخد واحد، ممكن ناخد اتنين، ممكن ناخد 30 مثلا، 3 وصفر يعني، تمام. لأن بلس زي ما قلنا معناها يونيون الباور أو الإكسبوننشال بتاع الدي، بس ببدأ بيه بواحد، تمام. يعني الفكرة ممكن توضح هنا اكتر. يعني لو شفنا اكزامبل، انا جربت مثلا افك دي بلس، وقلنا دي بلس دي لحد ايه؟ انفينيتي، يعني لحد ما لا نهايه. فعلى ان هي لحد ما لا نهايه، يعني ممكن اجيب اي تجميع ارقام من الارقام من 0 لـ 1، من 0 لـ 9، تمام. فمثلا لما ابتدينا بنبتدي طبعا بدي 1، فدي 1 عباره عن الـ 10 ارقام بتوعي اللي هي الدي نفسها. بعد كده بدات بدي 2، دي باور 2، يعني 2 دي معناها الباور فوق، انا بس ما اعرفش اخلي الباور فوق، ف 2 معناها باور. فالباور او لما قلت دي باور 2 معناها ان بضرب دي في دي، كاني بضرب الدي اللي هي الـ 10 ارقام دول في نفسهم. فعشان اضربهم في نفسهم بعمل ايه؟ بمسك كل رقم اضربه في نفسه وفي بقيه الارقام، كل رقم اضربه في نفسه وفي بقيه الارقام، فطلع لي ايه؟ سترينج طويل كده، تمام. او اسف، سيت اوف سترينجز، 0 0 مره، 0 1، 0 2، 0 3، لحد ما خلصت الصفر مع كل الأرقام مع نفسه. بعد كده بدأت بالواحد وهكذا، تمام. ده دي باور 2. بعد كده لما ندخل على دي باور 3 بقى، خلاص بقى بنضرب اللي فات في اللي قبليه، تمام. الدي 2 في الدي 1، فهات لنا تجميعة تالتة من الأرقام، تمام، فيها 3 أرقام مع بعض. فالجو هنا ايه؟ أو الموضوع هنا فكرته إن أنا لما أقول دي بلس يبقى أنا أقصد أي تجميعة من أول رقم لحد ما النهاية من الأرقام من 0 لـ 9، تمام. أي تجميع منهم دي داخلة جوه دي بلس. لما أقول مثلا اليون دي معناها إيه؟ أو يعني الإكسبريشن اللي ممكن أعبر بيه إيه؟ set of alpha numeric characters، عبارة عن set فيها حروف وأرقام زي ما أنتم شايفين. يون يعني اتحاد، بمسك ده وده وأحطهم في set واحدة ورا بعض. لما أقول closure، closure معناها إيه؟ معناها زي اللي فوق بالظبط، بس هنا ايه؟ زيرو or more letters and digits، تمام. طبعا اللي فوق كان دي بس، فكان عبارة عن مجموعة digits بس، لكن هنا عملت كلوجر على ايه؟ بين قوسين كده الاتحاد كله، كأني عملت كلوجر على الست دي اللي فيها ايه لحد زيت ومن 0 لـ 9، تمام. فتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ست فيها مجموعة حروف وارقام، ممكن تبقى زيرو وممكن تكون اكتر من ايه؟ من زيرو، يعني ممكن تكون بقى رقم 2 3 مع شوية حروف داخلين في بعض، أي حاجة، أي تجميع من الحروف والأرقام اللي موجودة جوه ال L وال D، تمام. طيب هنا بيقول لي L concatenation، الكلام اللي فات اللي هو L و D closure، معناها إيه؟ أنا بضرب ال elements اللي هنا أو ال strings اللي موجودة في الست دي في ال strings اللي هتطلع من الست دي. طب ال strings اللي هتطلع من الست دي ممكن تكون حروف وأرقام، ممكن تكون حرف واحد، رقم واحد، ممكن ما يكونش أي حاجة خالص، لكن ال L هنا مجرد حروف. ليه؟ لان ال خلاص عارفين هي بايه، يعني من A لزد، تمام. واحنا عارفين ان في اهميه او يعني الترتيب مهم في عمليه الكونكتينيشن، يعني لما اقول لما احط ال الاول معناها ان اي حاجه جوه ال هي اللي تتحط في الاول قبل ما احط اي حاجه بعد، يعني قبل ما اجيب اي رقم ولا اي او اي سترنج من الجزئيه اللي وراها اللي هتضرب فيها. فمعنى كده ايه؟ ممكن يعني ممكن اطلع هنا ب description او تعريف للشكل ده. هو عبارة عن set of strings that start with a letter، يعني لازم تبدأ بحرف. ليه؟ لأن ال L هي اللي في الأول، هي اللي هتضرب فيها، وهي في الأول، وهي عبارة عن كلها إيه؟ characters، تمام؟ حروف. followed by بعديها ممكن إيه بقى؟ zero، تمام؟ عشان closure، يعني closure معناها إن ممكن أحط باور zero وأبدأ أمشي لحد إيه؟ ما لا نهاية من باور.
or more letters and digits، تمام، اللي هو الجزئية اللي فوق دي، يعني خدتها ورحت لازقها ورا الكلمة هنا، تمام، ورا الجزئية دي بس. هنتكلم مراجعة على regular language و expression، وندخل بقى يعني هنا يعتبر بداية أو بداية فهمنا لإيه الجزئية اللي احنا خدناها قبل كده أو المقدمة اللي احنا خدناها في الأول.